المغربي في الشوط الاول، واش كنقدروا نشوفوا في الشوط الثاني تكون شي نتيجه؟ اجمالا في الشوط الاول كان متوسط، غالب عليه الطابع التكتيكي. الفريق المغربي دخل متحفظ شيئا ما، خلقوا فرص ولكن فرص متواضعه. بالنسبه للاداء اللي كنتوقعوا في الشوط الثاني، لازم المدرب يقوم بعض التغييرات. بالنسبه للتكتيك لازم يغيروا، حيت كنلاحظوا ان وسط الميدان شبه فارغ، والمغرب ركز على الاجنحه. فيناليست ديال لاكوب دو موند راه ماشي فرقه سهله، فهمتي، خصنا نكونوا واقعيين، الفرص غير واقعيه، فهمتي. والحمد لله الدراري اون بلاس، تنتمناو على الله الدراري اون بلاسون بحال ان شاء الله الحمد لله، ويدخلوا ويديروا لا ديفيرونس ان شاء الله. بسم الله الرحيم وشكرا ان شاء الله يكون يتصوفي. يعني نقدروا نشوفوا في الشوط الثاني ان شاء الله الدراري ديال الشوط الثاني ان شاء الله لي رون بلاسون غادي يديروا مفاجاه ان شاء الله. ان شاء الله تبارك الله عليك، شكرا ان شاء الله. خصنا هذا النصيري يعين لنا لا ديفونس ويتحرك اكثر ضروري، لا ديفونس باش يدخل يدخلوا الدراري ديال لاطاك ويبقاو معيانين ويديروا لي كونتر اتاك. يعني شفتك انت من البدايات ديال المباراه وانت ما كان غير رصا واللي رجع ديما محارب وديما عاش المغرب وعاش المال. تحياتي، شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.